حصل لابو صالح اخوي لما طريت الشميس الفيصلية تذكرت الموقف هذا. كان صاحي ابو صالح يصبح عليه بالخير. المايك ميوت. ايه قول انت وش قصك؟ اطلع انا واحط على ميوت وارجع. لانك تتكلم. اقول هذه موقف حصل لاخوي ابراهيم وانا كنت معه وكنت انا صغير ذاك الوقت واصغر منه طبعا، لكن ما كان علي لوم. يعني الوالد اعطى ابو صالح اخوي ابراهيم اعطاه 100 ريال ووصاه يجيب اغراض من البقاله والمخبز. رحت انا ويا ابو صالح للبقاله ومعه 100 ريال. 100 ريال ذاك الوقت ما كان ابوي معه صرف، اعطاه 100 ريال قال انتبه للصرف. رحنا للبقالة طاحت 100 ريال فضاعت. ونجلس ندور ونقلب ندور يمين يسار يمين يسار. أنا عايش الموقف مع أبو صالح. قلبنا الشوارع رحنا جينا. المهم مع البحث الشديد لقينا 10 ريال طايحة. سبحان الله. أغراض أبوي كانت يعني أغراض البيت اللي طلبها منا أبوي يعني أقل من 10 ريال بس ما كان معه صر. قال أبو صالح خلني أشتري الأغراض ونروح بالعلم لأبوي. إيه. شرينا بال10 ريال الأغراض والظهر بقى بعد ريالين مدري 3 ريال. والله أنا حلوة هذه يا أبو عبد العزيز. ها؟ بلاش. إيه رجعنا. ضاعت 100 ما لقيت ولا 10. إيه نعم حنا رايحين بالمية ضاعت 100 دورنا ما لقينا 100 لقينا 10 ريال. شرينا الاغراض بقى الظاهر 3 ريال ورجعنا للوالد. طبعا اللي ماخذ دراهم اخوي ابراهيم واللي يتكلم اخوي ابراهيم، انا مالي دخل في السالفه ابدا. اللهم اني خوي. لما جينا نعلم الوالد قلنا يبا هذه اللي بقتها وين الدراهم وين الباقي 90؟ قال يبا القصه يبا والله العظيم يا ابوي اني اخذت 100 ريال وضاعت واني دورت لقيت 10 ريال. قال ابوي تسوقها علي جيب غيرها مشيها. ما مشي دور غيرها. وين المية ريال وين راحت؟ انت صاحي ويجلد ذاك الجلد وهو صادق مشيت معه ياخذها جلد. وين المية ريال؟ من عطيتها؟ من لعب عليك؟ من ذا؟ والله العظيم يا ابوي اني انا سويت كذا. هذا اللي حصل ولا عندي غيره. سبحان الله لما كبرنا نعلم الوالد نقول قال عاد شو اسوي بكم؟ وين اعطيك 100 ريال ترجع لي 3 ريال؟ لكن هذا من واقف الشميسي لابو صالح اصبح عليه بالخير. اعطينا قصص من قصص ابو صالح. والله انا يعني اياك.